بكل صور وأشكال الفساد، الفساد في المعتقد، الفساد في الأخلاق، الفساد في البيع والشراء. قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي إلا ونهى وحذر أمته من عبادة غير الله عز وجل وأمرهم بعبادة الله. محاربة الشرك محاربة لصورة من صور الفساد، محاربة الأخلاق الرذيلة صورة من صور محاربة الفساد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني لم أبعث فقط من أجل إصلاح من حرف من دين الناس، إنما أيضاً بعثت من أجل إصلاح من حرف من أخلاق الناس ومعاملاتهم.